الحرب موسم للنزوح تشتد موجاتها على ساكني الحديدة لتلقي بهم خلف قضبان المجهول وعلى أرصفة التيه، لا يعرفون أين سيبيتون ليلهم وما سيتناولونه على صحن إفطارهم. محمود سعد نزح من تعز إلى الحديدة بعد أن هدت قذائف الميليشيا منزله وقتلت ابنه البكر، لتلحقه الحرب إلى الحديدة فيضطر مرة أخرى للنزوح إلى صنعاء. يقول محمود إن كل ما يرجوه غرفة تسكن تحت سقفها أسرته ويخفي بين جدرانها أوجاعه. كنا عامنا معانا نص عمارة كذا، وخرجت أنا الحارق كذا حق يوم، روحنا لله حق العمارة دمرت كامل. لعب معي اسم ابن الزغم اسمه حماد الأول البكر، الله يرحمه الله يسلم على الصاروخ، والله ما عارض حتى صورتينا. بق معي ثلاثة بنات وابن، رحنا الحديدة ما سبرناش، قلتوا صنعاء. صنعاء وصلنا للشارع الزبيري، والله دعم بهذا والله حصلت حتى بيت ولا أي مكان. دورت والله ما حصلت مكان، أهم حاجة حق العائلة ستستر بأي مكان. محمود ليس سوى واحد من مئات النازحين الذين شردتهم الحرب، فصنعاء التي كانت ملاذهم الأخير وبعد أن أغلقت عدن أبوابها في وجوههم لم تكن أقل قسوة عليهم من مدينة الحديدة التي أحالتها الميليشيا إلى سجن كبير منذ دخول عناصرها إلى شوارع المدينة. لم تفتح صنعاء لهم سوى أبواب بعض المدارس الحكومية ليضم الفصل الواحد أكثر من ثلاث أسر في ظل إهمال سلطة ميليشيا الحوثي التي ساهمت في فرض واقع جديد عليهم. هنا في مدرسة أبو بكر في حي عصير بصنعاء يقفون في طوابير أطول من صبرهم على مر الحياة في انتظار صرف وجبة واحدة مدتها إليهم بعض أيادي المبادرات الشبابية، وينتظرون على سقفا يمنع عن ظهورهم سياط الشمس. يبدو أن الأيام القادمة لن تكون أكثر رأفة بهم، إذ ستشهد ارتفاعا في أعداد النازحين إذا ما استمرت المعارك على شريط الساحل الغربي وصولا إلى مدينة الحديدة. وعلى رغم ذلك لم تلتفت الحكومة إلى أوضاعهم حتى الآن، باستثناء تصريح لرئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح أفصح فيه عن إعداد خطة شاملة لإغاثة مناطق الساحل الغربي ومحافظة الحديدة على وجه الخصوص.